أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. كيفاش تم الماراثون اليوم؟ كيفاش كانت الاجواء؟ تلقى اولا في توزر كما تعرف الماراثون الواحات هو لتدعيم القطاع السياحي والقطاع الرياضي، بدا في توزر، عدينا على تونس، عدينا على اكبر غلال، عدينا على جبيل، عدينا على ولايه تطاوين، طميق تاميداز، واليوم في الجزيره الحالمه، جزيره العزيزه علينا، جربه ان شاء الله ديما مربوحه، وان شاء الله السياحه ماراثون راس الرمل مدرية، هذا الماراثون دي جواسيس اللي صار قبل في مليتا وصار في قليلة وصار في الرياض، المرة هذه في مدرية، لكن يرى كان راس الرمل مدرية عبر غابة مدرية وغابة غيزن، تشوف الامبيونس ولا بس الحمد لله.